لو في مرة يا غالي كنت رايح زيارة لدولة اندونيسيا وهجم عليك تنين الكومودو الضخم بالصدفة ومش عارف تعمل ايه في الموقف الصعب ده، تعالى وانا اقولك. بس طبعا في البداية كده يا باشا لازم الاول تبقى عارف ان تنين الكومودو يعتبر واحد من اخطر واضخم انواع الزواحف اللي ممكن تشوفها في حياتك، وعلشان كده يا حبيب قلبي لو شفته قدامك بالصدفة اوعى مهما يحصل تفكر انك تنزل المية، لان سرعته في السباحة بتوصل لحوالي 20 كيلومتر في الساعة الواحدة وسهل يمسكك عادي. والصح بقى يا غالي والمضمون 100% بالنسبة لك انك ما تجريش في خط واحد مستقيم، وحاول على قد ما تقدر انك تجري زجزاج، وده لان سرعته على الارض بطيئه جدا لدرجه انها ممكن توصل بالكتير قوي حوالي 15 كيلومتر بس في الساعه الواحده، يعني اقل من سرعه الانسان بكتير. ده غير كمان ان دراعاته صغيره جدا ومش هتساعده خالص انه يقدر يلف وراك بجسمه كل شويه، وساعتها يا غالي ممكن تهرب منه عادي من غير ما يكون في اي خطر على حياتك تماما. ودلوقتي بقى يا صديقي يا ريت تقول لي رايك بكل صراحه، لو في مره كنت رايح زياره لجزيره الكومودو وبتبص لقيته بيقرب عليك بسرعه، هيكون رد فعلك وقتها ايه؟ سلام.